مطروح، وبنروح إلى فقرة المشي مع العرفج. اليوم فقرتنا في المشي مع العرفج مميزة ومختلفة واستثنائية. لماذا؟ لأن اللي مشت مع العرفج واحدة من نجمات شاشة روتانا خليجية، الإعلامية الزميلة أود الزبن. خلونا نشوف إيش قالت في المشي مع العرفج ونرجع لك. يا جماعة أنا سعيد جدا إنه المشي اليوم مع أودي. أنتم تتهمون إنه دائما اللي يمشي معاهم رجال، لا والله نمشي مع النساء، بس هم النساء مشغولات دائما. مشغولات. يلا مسك فيها. أودي، سؤالي لكل الضيوف أسأله. تفضل. علاقتك في المشي طال عمرك؟ يعني علاقة مد وجزر. كيف؟ مي علاقة دائما مستمرة، بس إذا حسيت نفسي متضايقة، متنكدة، فيني ضيقة، أحس إن بعض الأحيان أحتاج معناها كثير. يعني أفهم من كلامك إنه المشي يمتص الضغوط ويسحب التوتر. وهذه معلومة ترى علمية معروفة صحيح. جميل، هذا اللي نبغاه. لا، لأنه أنت مؤثرة والبنات يحبونك والشباب يتابعونك، فلما تحطينهم على المشي أنت تساهمين بتشجيع الناس على المشي. طيب، أهم قرار اتخذتيه وأنت تمشين طال عمرك؟ قرارات شخصية تكسر؟ شخصية عامة مهنية مثلا، ممكن تكوني قررتي مرة تقولين أقرأ كتاب للعرفج مثلا. لا، قرار حملي. قررتي وانت تمشين؟ ايه. ما شاء الله. انا قررت انه انا معني كنت فاكة، يعني فكرة انه انا اكون اني احمل وارجع. أيوة. من جديد، بس اتخذت القرار. والله هذا تصريح خطير. أيوة. هذا حيكون منشط. طيب، في قرارات غير هذه؟ اللي تعرف القرارات وليدة لحظة. نقدر احنا بسرعة نقرر باشياء، في اشياء تحتاج لحظتها لازم انت تقرر، فعلى حسب الوضع ايش انا اكون فيه فهنا اللي انا اقرره. طيب، ايش اللي دائما انت تسوينه وانت تمشين اذا ما في قرار؟ هل في مادة صوتية تسمعينها؟ هل تفكرين؟ هل تكلمين ماما؟ مثل كل اتوقع 3/4 الشعب عندنا يسمع كل مادة صوتية، ميوزك، اغاني. او الفترة اللي فاتت كنا جاء ترند وضع اللي يسمعون اشياء حقت الطاقة، ومن الطاقة اللي تطلع الطاقة دي الاشياء السلبية من الجسم. يعني انا ما كنت مرة صراحة اني معها، بس جربتها في يوم من الايام. طيب، تجربة كيف السناب، كيف تقيمينها؟ 100%. يعني اعشق السناب. طيب، يمكن انا اكثر تفاعل في السناب منه في التويتر من الانستغرام. وتعلنين صح؟ طيب، ليه ما تعطيني 10% من الإعلانات؟ تراني يتيم. أبشر كل 100%. بس يا الله يحفظك. خلاص، بس أنا لي طلب أنك أنت تنشرين ثقافة المشي باللي حولك كلهم وأسرتك. أبا أقول لكم معلومة يمكن هو ما يدري عنها. نعم. ترى أنت كنت جارنا وكنت دائما أشوفك تمشي، كنت إذا طلعت من بيتي أشوفك من عند البقالة حقتنا. يا الله، عسى بس لبسي ساتر وجيد. لا كويس. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنكم تقرؤون. أبعطيك الحين كتاب تقرؤونه كل الأسرة، إيش رأيك؟ إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا عودي، أنا استمتعت معك، ودي نمشي كل شهر. أنت عاد الحين أستاذة وزميلة لنا في القناة. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا للزميلة أود الزبن حقيقة مرتين، المرة الأولى على ظهورها معنا في هلا بالعرفج وقبولها هذا الظهور، والثاني على كل ما جاء من معلومات وحكايات داخل هذا الفيديو والتعليق عندك دكتور. ومبروك عليك، عطتك 100% مو 10%. تستاهل والله. شوف، خلينا اول شيء ودي كريمه وانت تستاهل. اي والله، اول شيء نبارك لانفسنا انه انضمام الزميله اودي لسيدتي، وهي اضافه بالاضافه لزميلاتها المبدعات. ايضا في شيء ما تخطئه العين انك ترى البراءه والصدق في اودي، واعتقد انه زي ما قلنا عن بندرت نقول عنها انه احيانا نظافه الداخل تنعكس على الخارج وبالتالي تنجح. هي ما شاء الله نجحت واتت بجداره وصارت ما شاء الله من مشاهير السناب وتحصل دخل اعلاني الله يرزقها. ايضا اكدت على انه المشي يمتص الطاقه، واكدت انها قررت الحمل وهي تمشي. إيه؟ فهذه قرارات خطيره لها وجريئه. جريئه، وايضا لها ايضا الادب والجم اللي فيها والتواضع، انه تعرف احيانا البنات يتشرطون كثير قبل لا يطلعون، اصبر ما استعديت ما ادري. هي في السيب انا وياها نمشي في اروقه روتانا صورنا. ايضا احنا ودنا والله نكثف انه يكون على الاقل للذكر مثل حظ الانثيين في المشي. إيه؟ انه كل رجل مقابل انثيين، بس انه غالبا يتعبون. لا ترى النساء يمشون كثير. اي بس ما هو ظاهر، بس يمشون كثير. انا عارف يا اخي، او قبل المشي صور الحوامل هم. لكن انا ابغى هم يطلعون معانا في المشي مع العرفج. نادر يعني، احنا ممكن جبنا الان 8 سيدات 10 سيدات مقابل 150 رجل، وين البقيه؟ ودنا نبغى. جميل، يلا همتك في الموضوع إن شاء هذا الله. يعني التحيه للزميله اود الزبن، والتحيه ايضا لكل الزميلات في برنامج سيدتي وكل مذيعات هذا البرنامج وكل المذيعين والمذيعين في روتانا خليجيه. الى